صباح القدس، صباح القدس لسوريا مفتاح الحرب والسلام، منها تفهم حقيقة الأيام. فتفهم أولا أن القضية ليست بالتفاصيل، وأن كل شيء واضح ولا يحتاج إلى تحليل. في الاقتصاد قبل الحصار وتأثير ما يسمونه العقوبات، وضع اليد على الثروات وقطع الطريق على إنتاج الكهرباء وتأمين المشتقات، والقول علنا أن القوات الأمريكية لديها مهمة تكتيكية جوهرها السيطرة على النفط والقيام بمهمة السرقة والشفط وفي التسبب بالخراب، هذا جوهر الأسباب. وبعده يأتي دور الاحتلال حاضنة الإرهاب من شرق الفرات إلى التنف، تسهل معرفة الهدف، منع الاستقرار وتشجيع مشاريع التقسيم والانفصال وإنشاء ميليشيات للإرباك، ليس مطلوبا منها القتال بل مجرد الاشتباك، وعبرها تقطيع أوصال البلاد بتقديم مثال مثل مشروع دولة للأكراد. وليست صدفة في التمركز على الحدود مع العراق للإمساك بعدة أوراق في الأمن والسياسة والاقتصاد، للتحكم بمنع كل محاولة للتنسيق والتشبيك والاتحاد. ونقطة البداية في أي حل هي طرد المحتل، والأمريكي أبو الاحتلالات يقدم لها المبررات والمثال. متى سقط لا يحتاج سقوطها إلى قتال، فيكفي سقوط كانتون قسد حتى تسقط ذريعة الأتراك ببقاء احتلالهم في البلد. ومن يشهد طرد الأمريكي بالقوة سوف يعلم أن الدور عليه قريب، ويفهم الرسالة الواضحة فيوقف لعبة الخوة والتخريب ويسارع نحو المصالحة. هذه هي الحقيقة التي سوف نراها في يوم ليس ببعيد، ومنها سوف يصنع المستقبل الجديد.